أكبر. الآن إحنا في القصر الجمهوري، في شارع النيل، في شارع الجمهورية، في شارع البرلمان، في أي مكان. الآن حاليا داخل في الحرية، هو داخل في الحرية أيضا، شارع الداخل مستقرين كل السوق العربي وحواليه، ونحن الآن مستقرين. في ناس الجيش قاعدين يكسروا في الدكاكين هنا، قاعدين يكسروا في الدكاكين، وطوالي نجينا ضربناهم وفزوا. بالمرسال ان شاء الله. الله اكبر 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 الله اكبر. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب، وتفعيل جرس التنبيهات.